رأى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي حفل افتتاح الجامعة البريطانية في مملكة البحرين بمقرها في منطقة هيسار، وذلك بحضور سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة والبروفيسورة هيلين مارشال رئيس جامعة سالفورد مانشستر البريطانية وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ورؤساء عدد من الجامعات المحلية. أعرب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي عن تهنيه بمناسبة افتتاح الجامعات البريطانية في مملكة البحرين وبدء استقبال دفعتها الأولى من الطلبة، مؤكدا أن تدشينها بالتعاون مع جامعة سالفورد مانشستر بالمملكة المتحدة يشكل إضافة نوعية لقطاع التعليم العالي محليا وإقليميا، ويأتي في إطار اهتمام مجلس التعليم العالي بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي واستقطاب الجامعات العالمية المرموقة لتقديم برامج أكاديمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة المستدامة. هذا اليوم يوم مهم أيضا في مسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين، ويؤكد نجاح سياسة مجلس التعليم العالي واستراتيجية التعليم العالي من حيث استقطاب الجامعات العريقة إلى مملكة البحرين نتيجة اللوائح التي وضعها المجلس والتي تضمن لتشجيع البرامج الأكاديمية وفق ضوابط تكون دائما في مصلحة التعليم وفي مصلحة الطلبة. ستشكل هذه الجامعة بإذن الله تعالى إضافة على الجامعات الموجودة في هذا البلد العزيز. نتطلع دائما أن تكون مخرجات جامعاتنا تتناسب وسمعة مملكة البحرين التي سوف تحتفل بمرور 100 عام على التعليم النظامي. وأضاف الوزير أن مملكة البحرين وهي تستعد خلال العام المقبل للاحتفال بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي بها، قد قطعت شوطا كبيرا في تطوير التعليم بمختلف مراحله بما في ذلك التعليم العالي الذي شهد نقلة نوعية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. ما يجعل مملكة البحرين مميزة كدولة محفزة للاستثمار في مجال التعليم العالي أن لديها سوقا منفتحة أمام المستثمرين ولديها رؤية متميزة في مجال التعليم العالي، فكلما زاد عدد المؤسسات التي توفر خدمات في مجال التعليم العالي زادت دافعية ورغبة الطلبة للالتحاق بهذه المؤسسات، ونحن نرى اهتماما متزايدا من قبل طلبة دول مجلس التعاون الخليجي بالدراسة في الجامعات البريطانية. نحن نرحب بالسياسات التي تعتمدها حكومة مملكة البحرين في هذا المجال، كما أننا ممتنون لوزارة التربية والتعليم ولمجلس التعليم العالي على دعمهم لتحقيق هذه الإنجازات. إن رؤية حكومة مملكة البحرين تتميز بمنظور تقدمي فيما يختص بالخطط التي تعتمدها في التنمية، وعندما نتابع الجهود التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية نلمس هذا الاهتمام الكبير بالتنمية. إن الجامعة البريطانية تحرص على المساهمة في هذه التنمية الاقتصادية من خلال اعتماد مناهج متقدمة وأساليب تعليم وتعلم وبحث علمي متطورة ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، وكل هذه الأمور تمثل رؤية ثاقبة جذبت المزيد من الاستثمار إلى المملكة. ما اكتشفناه أن العديد من طلبة البحرين يرغبون في الحصول على التعليم العالي البريطاني، ولذلك فمن الطبيعي أن ننشئ هذه الجامعة استجابة لهذه الرغبة، وهناك رغبة من الطلبة في أن يبدأوا دراستهم هنا ثم ينتقلون إلى بريطانيا لمواصلة دراستهم هناك، وذلك لأن الدروس التي يتلقونها في البحرين هي نفسها المقررة في بريطانيا من حيث محتوى الدروس وأساليب التقويم ومعايير الجودة. ثم قام سعادة وزير التربية والتعليم بجولة في مقر الجامعة اطلع خلالها على جانب من الصفوف والمختبرات العلمية المجهزة بأحدث التقنيات التعليمية الرقمية والتي ستخدم الطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية بكليات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الهندسة، إدارة الأعمال، وتوفر الجامعة الفرصة لطلبتها للحصول على شهادة معترف بها عالميا دون الحاجة للانضمام لجامعة سالفورد ببريطانيا.